اخواني واخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، احييكم اينما تكونون واينما تحلون. ونرجو اليوم من اليوتيوب شوية يكون ديمقراطي وهم ما يقطع البث مرة ثانية علينا، لان هاي صار مرتين يقطع البث علينا بدون اي سبب، واتصلنا بيهم وقالوا ماكو اي خلل موجود، فما نعرف على اي سبب تم قطع البث يوم الجمعة الماضية وقبل يومين. المهم، مصطفى الكاظمي والولائيين وميليشياتهم في العراق، وتعهد مصطفى الكاظمي لهم بعدم المساس بأي عمل يقومون به. طبعا نعرف كنا، ومثل ما قلنا سابقا وفي حلقات سابقة، مصطفى الكاظمي ولد من رحم الميليشيات، يعني ميليشياوي ارتدى زي المدنية وزي الديمقراطية وأكل عقول الناس بكلام المأسول وبظهور الإعلامي اللي حتى غطى على إعلام ترامب رئيس أمريكا. مصطفى الكاظمي أحد أعمدة الفساد في العراق. مصطفى الكاظمي أحد سراق تاريخ العراق وبيعه إلى إسرائيل، وتصدير كل وثائق وأفلام وأشرطة الأمن العام والمخابرات العامة وغالبية ملفات جهاز الأمن الخاص إلى أمريكا. مصطفى الكاظمي صاحب القصص والروايات اللي كان يرويها في محافل ما خلف الجدران للإعلام العربي والغربي. مصطفى الكاظمي ولادة سبيعية مثل ما يقولون، مو 9 أشهر، 7 أشهر، اجا بالتوافق مع جميع قادة الميليشيات وبموافقة وختم المجرم علي خامنئي. ولولا إيران، علي مصطفى الكاظمي ما يمسك هذا المنصب. ليش؟ لأن مصطفى الكاظمي أولا مو رئيس كتلة ولا عنده حزب، ولا أصلا كان معروف بين المجتمع العراقي أو حتى بالسياسة العراقية، وحتى أيام المعارضة ما حد كان يعرفه إلا كان كاتب في إحدى الصحف اللي تابعة لما يسمى بالمعارضة العراقية، وكان مرتزق مع أحمد الشلبي وآراس حبيب وكل هذه الشلة اللي كانت تحوك الدسائس إلى العراق وإلى شعب العراق وإلى كل ما يمس أمن الدولة العراقية. مصطفى الكاظمي اللي وصل إلى هذا المنصب، جماعة قالوا بدعم أمريكي وجماعة قالوا بدعم معروف منه، ولأن قابل فلان وإسرائيل وكذا. مصطفى الكاظمي لم يأتي لا بموافقة أمريكا ولا بموافقة أي شخص ثاني. حياك الله أخويا سمير. مصطفى الكاظمي وصل إلى هذا المنصب بمباركة الميليشيات الولائية التابعة إلى إيران، ولولا إيران مصطفى الكاظمي ما يجلس على كرسي أو حكم العراق. قبل يومين أو بالتحديد 3 أيام التقى مصطفى الكاظمي بممثل لتيس الخزعلي وهادي العامري، وتعهد لهم بأنه عدم المساس بهم، لأنه جماعة تيس الخزعلي اللي أسس مع مقتدى السطل وهادي العامري ما يسمى بين قوسين ربع الله. ربع الله اللي ولدت وترعرعت ونشأت من 3 فصائل ما يسمى ولائية، ووحدة من عندهم اللي هو مقتدى السطل اللي على أساس هو وطني، واختاروا جماعة من هذه الميليشيات تكون خارج
نطاق ما يسمى بفصائل الولائية وبفصائل ما يسمى المماتعة والمقاولة وما يسمى العملية السياسية. حتى إذا صار شيء جماعة المقاولة يقولون احنا عندنا هدنة ما عندنا شيء وهذولا مو من عندنا، أما الميليشيات فيقولون احنا الجحش الشعبي وتحت أمرة ما يسمى بالقائد العام، أما قادة السياسيين يقول لك احنا ضد هذولا وما كذا وما ما نتكلم وما نجي ولا نتقرب عنهم. ربع الله هذه الكارثة اللي راح تحل بالعراق، وانتوا شفتوا حضراتكم جرائمهم اللي تصير بالعراق وخاصة الجريمة الأخيرة في تكريت. جماعة ربع الله دولة ناس راح ينزلون يوم 25 بهذا الشهر لإبادة ثوار وأبطال العراق. هذه الخطة اللي وضعها بالتحديد تيس الخزعلي لإبادة المتظاهرين وخطف وهذه المسائل اللي راح يعملوها، ومصطفى الكاظم يتعهد بأنه يكون إذن من طين وإذن من عجين ويغمض عينه كأنه ما شاف شيء. هذا مصطفى الكاظمي اللي تعهد بالبداية بأنه يكون قانوني ويكون محاصر ما يسمى بالميليشيات أو يدعون المقاولة والمماتعة ويسيطر عليهم ويحتجزهم في أوامر قانونية، وأنتوا شفتوا حضراتكم لليوم لا كشف قتلت المتظاهرين ولا قدم أي مرتشي وسارق للمال العام إلى حكم، وشفتوا حضراتكم بأنه أمر هذا الكاظمي ما سوى شيء غير الكلام والإعلام والصور والجحفل أو الفيلق الكامل اللي يمشي وراء من المصورين، إن كانت كاميرات فيديو أو تصوير فوتوغرافي وأخذ اللقطات القيادية لنشرها وجعل الناس يعترفون أو يسموه بالقائد اللي راح ينقذ العراق. مصطفى الكاظمي واحد من هذولا ما يقل خطورة وإجرام عن بقية كل ما يسمون أنفسهم برؤساء الوزراء اللي حكموا العراق من عام 2003 ولحد يومنا هذا. جماعة ربع الله ننصح كل أخواننا وأخواتنا المتظاهرين الأبطال اللي راح يطلعون يوم 25 بالشهر، أخذ الحيطة والحذر من هذول الناس، لأن هذول ناس فقهاء وبروفيسورية بالإجرام، ما عندهم غير أسلوب القتل والخطف والإجرام يسري في دمهم. يوم 25 بهذا الشهر يحدد مصير العراق، أما العراق راجع إلى أصله ونهاية لكل ما حصل من 2003، أو العراق أبشركم عام 2021 رايح للتقسيم. المصيبة شغلة التقسيم كان مطبليها كثير، وبالتحديد ما يسمون زعامات أهل السنة بين قوسين، وكان الترويج لها إلى أمريكا وبريطانيا وكل هذه الأمور. وكما نعرف بأنه جو بايدن اللي مرشح الرئاسي اللي هسه يريد يصير رئيس أمريكا هو أحد مروجي وصقور تقسيم العراق من أيام ما أجى للحكم أو الاحتلال. جو بايدن قاعد يندعم دعم قوي من عصابات إيران خارج العراق وأصحاب الأموال اللي يدعمون إيران بسبب جو بايدن تعهد إلهم لو وصل إلى سدة الحكم يفتح ملف التفاوض مع إيران ووضع خطة جديدة للشغلة النووية اللي تعملها إيران، يعني ابتلاع الخليج هذه المرة إلى يوم الدين وبدون أي توقف. جو بايدن بالتعاون مع ما يسمون أنفسهم بالمقاولة والمماتعة وجماعات إيران في أوروبا وأمريكا بالتحديد
يدعمون حملة جو بايدن بعشرات الملايين من الدولارات، عسى ولعل يربح الانتخابات وتكون إيران مرة ثانية في صدر القوائم الأخبارية وإعادة التنظيم الأمريكي الإيراني والتنسيق كما عهدنا في عهد أوباما اللي أعطى إيران كل الصلاحيات، وبأيام أوباما تم ابتلاع سوريا واليمن ولبنان. جماعة مصطفى الكاظمي ما يقلون خطورة عن جماعة بايدن، وجماعة اللي يروجون لما يسمى بالإقليم السني هذولا نفس عصابات إيران، ولكن بغطاء ما يسمى سني مرة ثانية بين قوسين. هذولا المروجين لتقسيم العراق ماشين بخطتهم، ما يدعمون، وحتى أجروا شركات إعلانية وإعلامية في أمريكا للترويج لهذا العمل. المصيبة جماعة المقاولة والمماتعة كانوا مشتركين أو موافقين على عمل تقسيم العراق من تحت الطاولة، بس قلبوا على جماعة التقسيم من جماعة السنة بن رتانية بن قوسين لما عرفوا بأنه يوجد غاز ونفط في الموصل والأنبار. هنا بدأت التحركات مرة ثانية تنقلب، وانقلبوا الموالين وجماعة المقاولة والمماتعة على سياسي السنة. المشكلة بهذا الشعب، هذا الشعب مهما عمل ومهما فعل إذا ما تخلى عن كلمة بالروح بالدم ياهو ليجي، فراح تبقون بنفس هذه العملية اللي ماشية من 2003 أو من يوم اللي انخلق العراق، وبالتحديد بعد سقوط الملكية. الشعب إذا ما وعى وترك عبادة البشر وترك الهتافات وترك كل هذه الأمور اللي دمرت العراق وبالروح بالدم ياهو ليجي، العراق رايح إلى الخراب. جماعة ربع الله نازلين يوم 25، احذروا يا أهلنا في العراق، احذروا يا أبطال المظاهرات، اخذوا حقكم بيتكم، اللي اجى بالقوة ما ينخذ إلا بالقوة. شغلة سلمية انتهت، وكل من يقول السلمية عفوا ونخاف تصير غير طريقة ونصير مثل سوريا، مثل ما قلت قبل وأرجع وأقول مرة ثانية، العراق يختلف عن سوريا ويختلف عن باقي الدول. شغلة خارج الموضوع أريد بس أوجهها إلى المتابعين أو حتى العراقيين أجمع، ليش احنا الشعب العراقي دائما مو مثل باقي الشعوب؟ ليش عندنا صفة الانتقام وصفة اذا لزم شيء ما يعوفه الى يوم الدين، وصفة هذا مالتي وما اتخلص من عنده؟ بعض الاخوة والاخوات سألوني ليش قاعد تعرض محاكمات الرئيس الراحل صدام حسين؟ الجواب هذا مو استعراض لمديح او ذم احد من الطرفين، ان كان صدام حسين ورفاقه او جماعة الناس اللي حاكموهم. انا دا انشر هذا لان كثير من الناس قاعد اللي يقول لي بعثي واللي يقول لي داعشي واللي يقول لي صدامي، احشوا اللي تحشوه، بس انا دا انشر هذا تاريخ العراق اللي كثير قاعد ينسوه او يتناسوه لاغراض معينة. فهذا تاريخ للأجيال الجاية حتى الناس تشوف كيف تمت محاكمة رئيس دولة، إن كنا متوافقين معه أو معترضين عليه، هذا رئيس دولة. نعطيكم مثل بسيط وما نريد نطول عليكم، محاكمة الرئيس حسني مبارك، طبعا أنا شفتها تقريبا كاملا. الفرق بين المحاكمتين،
طبعا صدام حسين كان رئيس دولة وحسني مبارك كان رئيس دولة. الفرق بين المحاكمتين، الطرف المصري والله يحفظ مصر وأهل مصر وحبهم لوطنهم وحبهم حتى لأعدائهم، في محاكمة الرئيس حسني مبارك كان القاضي في منتهى الأدب مع كل المتهمين من حسني مبارك إلى حبيب العادلي إلى 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 مدير مخابرات إلى كل اللي حاكموهم، وكان يتكلم معاهم بكل أدب. وحتى في المحاكمة كان يعطي الصلاحية حتى للمتهمين وراء القفص أو داخل القفص بإعطاء وجهة نظرهم وإعطاء التبريرات لمحاكمتهم أو المثول أمام هذه المحكمة، ولم يقاطعهم القاضي أو المدعي العام كما حصل في محاكمة صدام حسين رئيس جمهورية العراق. الفرق بين هذه الدولتين أو كل الدول العربية، للأسف غالبية اللي محسوبين على العراق عندهم شغلة الانتقام والثأر. شفتوا حضراتكم في مصر كم تبديل لرئيس الدولة صار، الجيش والشرطة كانوا يخدمون الوطن وليس الزعيم. هذا الاختلاف اللي بيناتنا احنا كعراقيين وغيرنا من الدول الثانية. مصر نزل الجيش ونزلت الشرطة لحماية الوطن، لا مع المتظاهرين ولا مع الدولة، نزلت لحماية الوطن ضد المخربين. تعرفون انتوا هذه المظاهرات اللي صارت في مصر كانت اكو دول ومنظمات وتنظيمات بالخفاء تعمل لتدمير مصر، والله سلم مصر وسلم شعبها. هذا الشعب الطيب لما تتكلم مع المصري اللي حتى ما عنده مثل ما يقولون بالمصري رغيف العيش، لما تسأله عن مصر يقول لك مصر أم الدنيا. نجي لحالتنا في الدور العراقي، لما تسأل العراقي عن العراق طبعا ما عدا صفحات التواصل الاجتماعي، قل له العراق يقول لك أخت العراق على أم العراق على أبو الجابن على العراق على أبو السوان عراقي. بس من تجي على صفحات التواصل الاجتماعي راح تلقي العراق والغربة ودمرتني وما أدري شنو، هو يخلص رسالته أو شغلته بعد يا عراق شنو شغله بالعراق. هذا الاختلاف اللي كان بين المحاكمتين لرئيس الدولة في مصر ورئيس الدولة في العراق كان، حياك الله أخويا سعد نورت، كان اختلاف جذري من السماء للأرض. وطبعا البارحة صدفة كنت بالليل ورا ما خلص الشغل دا اتفرج على التلفزيون، فباوعت على لستة مع اليوتيوب لقيت مخاطبة حسني مبارك الى رئيس المحكمة لما اعطاه الفرصة بالتحدث عن ما حصل اثناء المظاهرات في مصر. وكان القاضي فعلا انسان محترم، فعلا رجل قانون، فعلا يعرف كيف يتصرف، لا شتم ولا غلط، اعطى كل معلومات القانونية وحاكم حسني مبارك كرئيس دولة بدون التمادي مثل ما حصل مع الرئيس صدام. واحنا قلنا ان كنا ضد صدام او مع صدام هذا كان رئيس دولة غصبا عليك وعليه، نرضى وما نرضى. وكل هذه الامور وشفنا، انا دا انشر هذه المحاكم حتى الراوي العالم كيف كانت محاكمة العراق تحت حراب الامريكان والايرانيين، وكيف دولة مستقلة مثل مصر حاكمت رئيس دولتها بكل احترام. وشفتوا حتى من مات كان إلى صفته كرئيس، وكان موشح بالعلم المصري وتم دفنه بكل احترام. من جهتنا
ينبشون بالقبور ويفجرون القبور ويدمرون القبور، واللعن والسب والشتم إلى كل من كان في القيادة أو في الحكومة، وكل من تكلم يقول لك أنت بعثي وأنت صدامي وأنت كذا. طيب أنتوا 35 سنة يا من تدعون المظلومية ما كنتوا بعثية؟ ما عندكم أحد من قرايبكم كان بعثي ورفيق حزبي؟ ما أنتوا كلكم كنتوا بعثية، وما نريد نتدخل بالطائفة ومنو كان الأكثرية ومنو كان كذا، وكلها كانت بعثية. أشو بس تبخر حزب البعث وتبخر صدام حسين وحكمه طلعتوا كلكم مظلومين. النزع الزيتوني واللبسة العمامة نفسهم اللي أنا نشرت الفيديو مع زيارة الرئيس صدام 83 أو 84 إلى ضريح الإمام علي عليه السلام، شلون المعممين يبوسون بإيده، وأقرأ التعليقات أنا أضحك. هذول المعممين يقولون هذول كلهم بعثية، صدام ملبسهم عمايم على مود يشوه سمعة المعممين. بهذه العقلية يريدون يبنون دولة، وبهذه العقلية وبهذا الانتقام من الشعب العراقي يردون يبنون دولة. الدولة ما راح تنبني بالانتقام، الدولة ما راح تنبني بالثأر من غيرك ومن غير طائفة. يا عراقيين، ما أريد أذكر لا سنة ولا شيعة ولا عرب ولا أكراد ولا مسيحيين ولا تركمان ولا كل هاي القوميات والطوائف والأديان والمذاهب اللي كلهم على رأسي احترمهم وقدرهم، اتركوا كل هذا الأمر. خلي دينك النفسك ومذهبك النفسك وقوميتك النفسك، وحط أمام عينك البلد اللي عايش به وهو العراق. وإذا فكرت بالعراق، العراق راح يعطيك وطن، والعراق راح يعطيك حياة كريمة، والعراق راح يعطيك اللي تريده وتستحقه من هذا البلد. وإذا فكرت بدينك وقوميتك ومذهبك، ما راح تحصل غير الدم والحقد والكراهية. وشعبنا متفرق، نريد نرجع العراق مثل عراقنا سابقا. الجيران ما يعرف جيرانه شنو، الكل تتزاور، الكل تتحابب، الكل تزور بعضها في دياناتها، في صلاتها، في أعيادها، ونرجع نبني وطننا إيدك بإيدي، أخويا معاك، أخوك معايا. والمتغربين والمغتربين في العالم من المثقفين والطبقة الراقية يرجعون إلى البلد، يعلمون من البداية، نبديها يعني من الصفر تدريس. أول شيء حب الوطن وترك الطائفية والحقد، حتى أجيالنا الجاية تنسى ما حصل. ولحد يقول الحكم السني أحسن أو حكم الشيعي أحسن أو حكم فلان أحسن. نريد واحد يحكم العراق، ما يهمنا من أي دين من أي طائفة، المهم يكون حبه ولاء للعراق، لا لإيران ولا لتركيا ولا الخليج ولا أمريكا ولا فلان ولا علان. الولاء الأول والأخير يكون للعراق وللعراقيين. أتمنى تكون الرسالة وصلت، وكافي طائفية لأن دمرتوا للعراق. ما شبعتوا دم، ما شبعتوا قتل، ما شبعتوا تهجير. ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على كل من دمر العراق. تحياتي للجميع، وشكر الجزيل لكل من دعم هذه القناة ويدعم، وتعهد من عندنا باقين على مسيرتنا، وندعم كل إنسان عراقي وطني شريف بدون ما نذكر طائفته أو قوميته أو دينه. نشوفكم على خير.